بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Thank you.
ولا فرحين بما آتاهم
صدق الله.